المركزية تعني لي في أنه ننطلق من حاجيات البلدة هنا، ننطلق من مواردها الذاتية، من استعداد أبناء الجهة في الاستثمار وخدمة الجهة. المركزية هذيك اللي المانكوراجي جوستومون باش نقدم روحي، على خاطر قبل être في البلدية recevoir des ordres، c'est-à-dire عبد ما يكون كان ان اكزيكوتون، سا نو مانتيريسي با، سي سا كي انتيريسون. دونك هذاك اللي قاعد، هذاك اللي تبدل في البلاد، هذاك اللي ربحناه في البلاد. لا مركزية هيك مش نفسرها انه باش تخرج معناها البلديات والاقاليم والمراكز الجهوية من سلطة العاصمة، انهم يكونوا عندهم هم التصرف والتدبير الحر ويولوا يخدموا اكثر، عندهم استقلالية، معناها تولي بالحق تتمثلها القرارات اللي مش ياخذوها المواطنين ولا المجتمع المدني في مجالسهم البلدية المنتخبة، هذيك تتطبق من غير ما يبقاوا يرجعوا للعاصمة.